ألم يقل ربنا يدعونا أستجب لكم؟ لا. قال بلى. قال فلما ندعو لا يستجاب لنا؟ لما؟ قال لعشرة أسباب. لعشرة أسباب نستمتع. لا يستجاب دعاؤكم لعشرة أسباب: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. طيب. وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. لطيف. وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. وزعمتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. خامسة. وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. سادسة. وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. سابعة. وذكرتم الموت ولم تعملوا له. ثامنة. ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. الله، كلام خطير.